بولندا التي وصفتها روسيا بعدوها الأول في أوروبا استغلت قدوم فاغنر إلى بيلاروسيا حتى ترفع من استعداداتها العسكرية، حتى أنها هددت بقطع مينسك من عن شبكة السكة الحديدية الأوروبية. وارسو لا تعد تهديداً لبيلاروسيا فقط بل حتى لأقرب حلفائها. максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день это Польша. И в принципе так будет до конца войны. После конца войны, конечно, у нас будут конкурентные отношения. افضل طريقة لربح المنافسة هي البدء اولا، وهذا ما فعلته بولندا التي تواجه خطر وجود فاغنر على حدودها بحسب تصريحات مسؤوليها. ولأجل الخطر ذاته قرر حلف الناتو نشر 360 ألف جندي من قوات دول أوروبا الشرقية متمركزة الآن قرب الحدود الروسية والبيلاروسية مع الناتو، وذلك بحسب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. يخشى حلف الناتو طبعا من قوات فاغنر في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، لكن اللافت أن قوات فاغنر عددها 200 فقط. يتمركز الآن ما يقارب 360 ألف جندي من قوات الناتو في دول شرق أوروبا، و 8000 مدرعة و 6000 مدفع و 650 مقاتلة ومروحية. كل هذه القوات متمركزة قرب حدود روسيا وبيلاروسيا.